صامدون لا نهاب الموت لا نخشى المحن صامدون في وجه كل أعداء الوطن صامدون لا نهاب الموت لا نخشى المحن صامدون في وجه كل أعداء الوطن أرواحنا دماؤنا لأمنكم نعطيها مهرا للألم أبناؤنا نساؤنا كنوا لهم نحن لننفث القسم أرواحنا دماؤنا لأمنكم نعطيها مهرا للألم أبناؤنا نساؤنا كنوا لهم نحن لننفث القسم نحن فداء للوطن لن نسكت لمن ظلم حتى لو وثنا في القتال كفلون في العلم نحن الانتشار فاستمعوا جيدا وانصتوا لنا من فضلكم نادي المسرح بالمدرسة الإعدادية بسواني العنب تحت إشراف السيد بوزيد العونرلي يقدم لنا مسرحية جد هامة جد معبرة جد ممتعة عنوانها الوصية نوصيكم أبنائي بمضمون هذه المسرحية لا طعم لحياتهم ولا لون إلا طعم المهانة ولون الظل شردتهم اليد الغاصبة ولا هم لهم إلا العودة إلى الديار واستنشاق رائحة الأرض عملنا لفتة بسيطة لهؤلاء من خلال رصد يوم من يوميات عائلة في مخيم
العصير التي ترمي دمارا اسودا، ومن القنابل والمدافع والخنازر والمدن. انا صاحب الحق الكبير فوق الجدار شموخا رغم ما فعل. ام ان هارك عقل الارض ساجدا تشكو الى الله في حزن وتبتهل؟ سل النخل هل اكمامه نضجت؟ سل التين والزيتون متصل ايفا يبني حجر من ارضنا سقف السماء؟ ايها المارون بين الكلمات العابره، منكم السيف ومنا دمنا. والرؤوس قد قرنت ببعضها البعض، وفي الحرب نقول
التسارة الروسية والرؤوس النووية، ولا ننسى رأس البابور ورأس إبرة البابور. وفي المكائد والمحن والفتن هناك ضرب الرأس بالرأس، وفي الشؤون العامة تعرف تدبير الرأس والرأس الذي تشتعل، وفي السياسة هناك الرؤوس الكبيرة وصحة الرؤوس وألم الرأس. أما في الأخبار فتأتي على رأس كل ساعة، والأخبار المهمة تتصدر رأس الصحفي، وتستعمل عبارة الرأس حتى في الألقاب، فنجد الرويسي وشيب رأسه وصافي رأسه وبو رأس. وفي تربية الأطفال وشقائهم يقولون لن يكبر رأسه حتى يصيب رأس الآخر. وأخيرا، إن كنت قد ملأت رؤوسكم وآلمتها فاعذرون. الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل سالماً منعماً وغانماً مكرماً سالماً منعماً وغانماً مكرماً هل أراك في علاك تبلغ سماك موطني
الجلال والجمال والسماء والأرض.
لمن